بو اسا خوتي ناري 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 يوم عاوتاني فيديو وبرجع عاوتاني شحال ما تحلكمش فيديو واحد اخر حيت كان عندي بزاف ديال اللعيبات اللي خصني ندير وداك الشيء ما يمسخني ما كنت عندي حتى شي حاجه ولكن ماشي مشكل اليوم قررت ندير فيديو بعدا رمضان مبارك سعيد اخوتي يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وكاع داك الشيء اللي بغيتو واللعيبات دونك الفيديو اللي غنديروا اليوم غيكون كيدور على كيفاش تصاوب داك الشيء ديال رمضان كيفاش تصاوب الفطور كيفاش انا كنصاوب الفطور نعلمكم حتى هذا الفيديو هذا غنرونه معكم اصبر تسلم اليوم غتشوفوا الاخر الاخر ديال الاخر ديال الحداك دونك اول حاجه خصنا نديرو هي نمشيو نتقداو لحقاش ما تقديناش ما يمكنناش نصاوبوا فطور فين هذه ما كتعرفش اول حاجه الدراري والبنات والامهات والوالدين واي واحد كيتفرج في هذا الفيديو هي غنديكم معايا تقداو وموراها غنديكم معايا طيبو واخا ما طيبوش وموراها غنديكم معايا تاكلو واخا ما تاكلوش يلا الكاع يا خوتي دابا غتشوفوا اللقطه ديالي في السوبر مارشي انا جيت لواحد السوبر مارشي هنايا هذا السوبر مارشي غناخذ فيه شي حاجه اللي غادي نطيبها وداك الشيء فهمتي غادي نجمع كاع داكشي كاع دوك الوجبات وغنشري لهم التقضيه ديالهم كامله واخا مازال ما عرفتش الصراحه شنو غندير ولكن فهمتي غنمشي نتقدى الخضره اللي بنت ليا غادي نهزها ونطيبها وندير بها طبق باش نعيق عليه انا مريض الصراحه في هادشي ديال التخابيرات شي مريض فيه تقدر تقول فهمتي تقدروا تلاحظوني اخوتي مركت واحد الشويه ما كندويش شويه بزاف وديك البلباله وديك حاجه السوبر مارشي فيه بزاف ديال البنادم فهمتي راكم عارفين يلاه بديت كنفلوغي وداك الشيء مازال ما عنديش داك مازال ما عنديش اذا خوتي صبر معايا بيد من ربي داك الابيليت انت اخي شو شحال ديال الحرام شو شحال ديال الحرام 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 ما كاين الحرام هو الطريق كامل اللي كتشوفوا دابا وكتشوفوا فيها كلها حرام يلاه وما تبقاش ديروا الحرام الناس اللي كيديروا الحرام حقاش حرام دونك اليوم خوتي الناس اللي ما كتعرفش طيب وداك الشيء اليوم تعلموا معايا الشاف موحى غادي نعلمكم كيفاش طيبوا داكشي ديال الماكله ديال رمضان باش تعتقوا راسكم فهمتي والناس اللي كيعرفوا ديجا يطيبوا غادي نزيد نعلمكم تنتوما كنت كندور في هاد الخضره هادي وهادشي دونك اول حاجه فكرت فيها نصاوبها هي الطاجين اليوم غنديرو الطاجين المهم اول حاجه بانت ليا خيزة خوتي ضروري من خيزة الطاجين ثاني حاجه القرعه واخا هاد القرعه عندهم شويه في شكلها شكي داير عندهم واحد القرعه خضراء بطاطا ما خلوناش نعبروها كاين كتشريو ما بهاد الصاك هادو غناخد واحد البطيطات صغيور هنا على قد الحال انا غناخد مطيشه ولكن ما عرفتش واحد البلان عندهم ما كيخليوكش تعبر تاخد داكشي بحالك هاديك الحانوت اللي حدايا كنعبر عنده كلشي هادو ما عندهمش العبار ولكن واخا هكا كناخد هادشي لحقاش ما فيه اللي عاود يتقدم من بعد لحقاش خوتي انا مقاس بقات لي البصله خوتي واقيلا بقات لي البصله هادشي اللي كنحتاجو ولكن لقيت غير هاد الخنشه ديال البصله ما يمكنش اخوتي ناخد خنشه ديال البصله لحقاش انا ماشي انسان بصالي اخر حاجه الليمون باش نديرو شي عصير ديال الليمون غير هو ما عرفتش واش الليمون هذا ديال العصير ولا لا نصدق عصر داك المنطاري باقي حاجه وحده في داك الشيء ديال الطاجين اخوتي هو اللحم واللحم ديما مشكل في هاد البلاصه دونك ملي كتجي لهنا اول حاجه كتلقاها هي الحلوف ثاني حاجه كتلقاها هي الحلوف حلوف الحلوف 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 شنو هذا؟ هادي دجاجه ولكن باينه ف... لا ماشي دجاجه هاد راه شي حاجه اخرى هادي شي حاجه الحلوف منين لا لا دجاجه هادو حمامات ولا ما عرفت شناهوما داك الشيء المهم ما عنديش مع هادشي مكردس بزاف عز عليا داكشي ديال فهمتي الدجاجه مقطعه نيشان داكشي نيشان مقطع مكرهناش شي حولي ولا شي معزي ولا شي بكري ولكن اخوتي راه ما عندهمش راه ما عندهمش بغي شي حاجه الحلو واحد الجزار لقيته هنايا غادي ندخل نشوف فيك ما عنده شي بكري ولا شي حاجه الله فهمتي الله هادشي كله حلوف اخوتي حلوف 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 ماشي داكشي كيبان الصراحة كيعيب انا مكيعجبنيش هاد بغيتي نشوف شناهو هذا حلوف كلش حلوف اخوتي دونك اش غادي نديرو غادي نمشيو غادي نقضيو بالدجاج عرفتي اخوتي عندهم واحد اللعيبات ديال الحلوف عمري فهمتهم ديال الصراحة عرفتي كيبانو كيعيفو الصراحة انا نوريهم ليك ما شفتي هادو بغيتي نحل هاد الشرايزم ها وعلى ريحه بعدا هنايا سد سد اخويا المهم وما وعلى ريحه ما قديتش اخويا بقى قاس هنا عرفتي واحد الريحه خانزه وحق الله ود الصوص الجاد ديالو هاد الصعصير الصعصير ديالو بلا ما نحلو بلا ما نغلط عاوتاني عرفتي هاد الناس شحال كيكونسوميو ديال الحلوف انت شو شحال ديال الكاشير ديال الحلوف و... عرفتش اخويا والله ما عرفتش بنا نمشي نهار بقاو ما كياكل الحلوف غير يولي حلوف ما عرفتش ما حدي ما لقيتش الدجاج تبان لكم ندخلوا في مستر سلطه هنايا
نضربوا شي طواجين ولكن يخنز لينا الطاجين بدك ديك ريحه البحر اللي فيه. اش كيشوف فيا؟ ما كتشوف والله الا كيشوف فيا بو. المهم تقدر طيح على شي واحد الفكره ديال اش ما نديرش داك الطاجين بالحوت، ولكن فيه تجربت الحوت ديالهم هنايا خنز من المرصة، خنز من تعرض الزبالة خوتي. غناخذ خوتي هاد البطاط ديال البيتزا باش غنزيد عليهم انا داكشي اللي بغيتو دير في البيتزا. خديتهم اخوتي لحقاش ما كنعرفش طيب العجينه صافي سالين بلا ما ندوي على الشيء بزاف. طون اخوتي غادي ناخذ طون ديال الحامض باش نديرو في البيتزا. علاش الحامض اخوتي؟ راه باينه علاش الحامض، حيت انا حامض. يلا بقات تدخل معايا في هاد طايب بزاف. رمضان برا المغرب اخوتي صعيب الصراحه لحقاش كتخرج الزنقه كتلقى كلشي كيقص، كلشي كياكل، كلشي كيخشي في وجهه، راه واحد كياكل ليه بلا ما نصوره. المهم زعما صعيبه لحقاش ما كاينش دوك الاجواء ديال رمضان، وحتى ملي كتمشي للدار وداك الشيء كتكون يلا راجع من القرايه ما كتلقاش داك الوقت اللي غتصوب فيه الماكله، وداك الشيء خصك تصاوب شي بيض ولا شي حاجه دغيا اللي كتصاوب. ولكن اليوم ماشي مشكل لحقاش اليوم الحد، اليوم نخصو داك الشيء للطياب واخا شنو نطيب الطاجين وشي تخربيقات اخرين والصلاه على النبي. بقى لي اخر حاجه من الصباح وانا كنقول لكم اخر حاجه، ولكن راه كل مره كتخرج شي حاجه في شكل. كاينه واحد اللعيبات دايرين بحال البريوات، غنمشي لواحد البلاصه واحد الحانوت شينوي غنمشي نجيب فيه داكشي وغادي نديرهم بحال البريوات. زعما راه بريوات ماشي بريوات اخوتي، زعما راه بريوات فهمتي، هما معمرين بالخضره وشي حاجه بحال هكا كيتقلاو صافي وكيجي داكشي زوين. ما هما هادو هادو دايرين بحال البريوات، بريوات ديال الشناوة على الله ما يكونش فيهم شي خفاش ولا شي حاجة، صحو بادين شي مرضة جديدة. هاد رقم 9 هذا كنعاني معاه، أنا كنسكن في ليطاج الثامن وهو ديما مخلي لاسونسور في ليطاج التاسع، إذا ضروري خصني ديما نبقى ندرك على هاد المطونة ونتسناه رقم 9 حتى لزيرو. غنطلع بيه انا لثمانية، غنبدا نبعدو عليه الله يسلمنا نبعدو عليه، غنسالي منو هنا غيعوضني شان لتحت باش هو ملي يبغي يعيط عليه من تسعود يتسنى يطلع ليه من هنا عاد يعطي يجرب نفس العادة اللي كنتعذب انايا. شناهو؟ هو دوي معايا يلا دوي معايا. هذه هي الكوزينة، اش بنادم ما يصحابش اللي راني عايش في فيلا ولا شي حاجة، راه على قد الحال. هذا طاجين جبتو معايا من المغرب ضروري طاجين. المهم اول حاجه بالصوب الطاجين، الناس اللي ما كيعرفوش الناس اللي كيعرفوا الله يرحم باكم بلا ما تجوجوا الطاجين هذا اللي غندير، الناس اللي كيعرفوش غنعيق عليكم ونقول لكم نقراو البصله هي الاولى ونخشيو اللحم وندير داكشي في الطاجين يغلى. ما عيب لي شي واحد تنقي ديال البصله ديال اللحم ديال الوليد، وحنا ما تشبكيناش البصله اش دايرين الدار. المرحلة الموالية هي كنديرو أي توابل عندنا في الدار، البزار فهمتي، أي حاجة عندك ديرها في داك الطاجين، حيت الطاجين أي حاجة كيبغيها فهمتي كيبغيها يصرا. هذا ما عرفتش شناهو، هذا واقيلا سكين جبير، واقيلا سكين جبير تحميرة، ضروري متحميرة أخوتي حقاش هنقاري واقيلا هي الأولى في داكشي ديال التصدير ديال التحميرة، كيصوبو التحميرة بزاف، اللي بغا يدخل معايا في شي بيزنس مرحبا. هذا قزبور معدنوس كرم، حقاش أخوتي ما عندناش هنايا قزبور معدنوس. إذا ندير هذا الكرم هذا، هذا اللي بقى ليا هو اللي لقيت راس الحانوت. الزيت البلدي اخوتي ضروري، واخا هادي ما زيت من بلدية ما والو، ولكن نسميوها حنا الزيت البلدي. شنو كيبقى لينا؟ كيبقى لينا اللحم، بطبيعة الحال ما نديرش هاد اللحم كامل اخوتي. وانا سديت عليها اخوتي بهاد اللعيبة هادي باش تشحر البصلة وداك الشيء ديال اللحم وداك الشيء، واخا يبان لكم معانا فاش داك الشيء والله إلا كيطلع بني حلاوات. وخطعت هاد الخضرة هنايا دابا نزيدها في الطاجين، الطاجين واقيلا مشا كيتحرق، خصني نزيد الماء الطاجين عاد باش من موراها نزيد ديك الخضرة. شو شحال؟ عشرة الطاجين؟ عامر تلفهم، ولكن ماشي مشكل نيت باش مابقاش طيب غدا وبعد غد ليه، الطاجين يشد ليه شي 3 أيام ولا 4 أيام. دابا نخلي داك الطاجين يطيب وخش ما قال لي راسو، نكست حاجة اللي غنمشي ندير دابا هي البيتزا. البيتزا الإخوان فكرت غادي ندير لها الدجاج وندير لها لي شامبينيون و حتى يطيبو بجوج، غنزيد عليهم داك الطون ديال الحامض باش يجي داكشي هو هذاك زويون. طون داكشي اللي خلط ديال العمارة البيتزا دابا غادي نحطو هنايا في البيتزا. واش دابا تدخل الفران؟ هاهي كطيب في الفران، غنخليها طيب واحد شوية ونمشي نصاوب البريوات. هما دوك البريوات تي طيبو نوريكم كيفاش كيجيو الحلاوات زوين. البيتزا هي طابت، هادو طابو، باقي ليا الطاجين والبيض والعصير
والاذن راه ديجا اذن وخصني نكمل هذا الشيء عاد باش نجي نجلس ناكل. نسينا والو اخوتي وداك الطوند الحامض شكون اللي غيدير؟ انت راه انا اللي خصني نديرو. وزيد اخي انت شكون نسيتي شنو هي القريه نسيت فيها البلاصه ديالو صح ديرو هذا الشناب وداك الفرماج كونسونطرال ديال الوسط الجناب كاع ما قاتهم الفرماج كاع. المهم صافي هي البيتزا بيتزا هربانه ولا لا؟ هربانه باينه طاجين ديجا طاب كنتسنى البيض يطيب بقات لي جوج دقائق ويطيب وخصني العصير نعصرو هنا. ما عنديش اخوتي شي مولينيكس ولا شي حاجه عندي هذا ديال الحريره هو اللي غادي ندير به نخلط به الليمون مع الفريز مع هاد البلوبيريز مع ناقصني ما بغيتش نزيد الماء بحال مولين العصير غنزيد هاد العصير ديال الاناناس ديال بالعنينة باش يجيني داكشي كثير. واخيرا اخيرا ساليت غنوريكم داكشي اللي صاوبت صاوبت اسيدي البيتزا بلي شامبينيون ولا داند ولا ما عرف الدجاج ما كنفرقش بيناتهم والطون هادو خوتي كتبتهم لكم قبيله قلت لكم غنوريهم لكم غنوريكم باش عامل شوف عامل ديك الشعريه الصينيه وش خضراوات هذا الطاجين اللي غنشد ليه 3 ايام 4 ايام وما نعاودش نطيب تقيو تاتا خوتي البيض وداك الشيء باش كنقطعو الصيام واخا عاد قطعتو بهادي هذا عصير خوتي في الفريز والليمون والاناناس وداك الخبز وهادشي اللي كاين خوتي غنمشي نقصي ونرجع لكم اصبر تسنى كليت تقريبا كلشي غير الطاجين الطاجين مخديتش ناكلو او باقي عامر غادي نخليه حتى لشي غدا ولا بعد غدا المهم غدا بعد غناكلو ومازال غير شات ليه بعد غدا وقال لي بعد بعد غدا دابا بقات اخر ايطا ود لي طابي ما كنحملش باش فهموا واحد الحاجه شي نعطيني اي حاجه من غير غسيل الموال عاش وما كنحملش غسيل الموال وتبعني تروي لك يا بلا كنت بغي نصور راسي زعما ديك حزين وكان كنغسل الموال وداك الشيء وي كان راه مسطح حياتي راه ما خديتش ما في اللي غسلهم دابا الصراحة غادي نمشي نرتاح واحد شوية او غنطيب شي ساعتين ولا ساعتين ونص وانا كنطيب وناكل ومع نسالي الماكلة نمشي نغسل الموال راه ما كتدخلش للعقل وخا الصراحة والدينا كيديروها الله يسمح لينا الله يسمح لينا الوالد الله يسمح لينا anyway هادشي اللي كان في هذا الفيديو هادي مبروك عليكم رمضان اخوتي وباش ما تمنيتو داكشي كامل انت اللي كتشوف فيه دابا داكشي كامل اللي بغيتي يا ربي يحقو لك مزيان عجبتكم الفيديو لايك سبسكرايب بزاف ديال الناس ما ديروش عندي سبسكرايب تفرجوا سبسكرايب بوطون احمر راه فابور واللي بغى يخلي شي كومنتير يخلي شي كومنتير زوين ولا شي اكسبيريونس ولا شي حاجه نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله تهلاو لي فراسكم Clément.